بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحبل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، نحييكم من هنا من أرضية ميدان الجبيب بتحية الإسلام الخالد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هكذا بدأت مشاهدينا الكرام الانطلاقات أيضا في صباح هذا اليوم لسن الحول والزمول، وينطلق أول الأشواط الذي حامل إثارة ومنافسة الحول المحليات الأصايل لمسافة 6 كيلومترات في صباح هذا اليوم يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير 2023. نسير مع بداية الشوط وناخذ المركز الأول والتحدي الأول. مشاهدينا الكرام، ناخذ الصدارة والمقدمة، ناخذ بداية هذا الشوط المركز الأول هناك على المقدمة والصدارة الشاهنية سهيل بن حليس بن راشد الكتبي، بينما المركز الثاني ثاني المراكز الوصول. مشاهدينا الكرام، من اللي على المركز الثاني والقدوم في ثاني المراكز والحصول من نسيم نسيد محمد بن عتيق بن زيتون على المركز الثاني، أما المركز الثالث ثالث المراكز التواجد من هقوة للسيد علي بن راشد بن زيب الشاوي على المركز الثالث، أما المركز الرابع هناك القدوم من قبل أيضا هنا الواصلة في هذه اللحظة اللي تحركت اللي هي ميراج المبارك بن سالم بن مبارك الشامسي، بينما الوصول والقدوم من قبل الهايلة العبيد بن محمد بن بدر العليلي على المركز الخامس، والمركز السادس تتواجد فيه مشاهدينا الكرام الحاضر الوارية محمد بن طماطم بن حمد العامري. هكذا 6 المراكز الأولى في هذا الشوط، ونعود إلى الصدارة والمقدمة بالمركز الأول.
نعود إلى البداية، نعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. القيادة والصدارة لازالت الشاهنية مسيطرة بالمركز الأول، تقود زمامي هذا الشوط للسيد سهيل بن حليس بن راشد الكتبي، يقدم حضور الشاهنية، ولكن المجازف نسيم الصبا سلم على باهي الخد. ها هي نسيم تسلم على الجميع الحضور بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور المشرف على المركز الأول. تسللت للسيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، خذت الصدارة، تولت القيادة الشاهنية على المركز الثاني سيد بن حليس بن راشد الكتبي. المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدنا الكرام، شوف ما شاء الله، شوف الانفراد هناك. المركز الثالث وصلت ايضا شعار الشامسي، يقدم لنا ميراج لمبارك بن سالم بن مبارك الشامسي على المركز الثالث. ثم المركز الرابع، هناك الحضور مع شعار العليلي الهايلة لسيد عبيد بن محمد بن بدر على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت فيه مشاهدنا الكرام اللي هي هقوى للسيد علي بن راشد بن سيف، ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى البداية، إلى المعركة الثنائية، إلى معركة هناك على البداية الأولى مع الكيلو وأيضا الميتين. بدينا نغترب من لائحة الكيلو المتر الأخير. المجازف مع الصدارة، أهالي منازف وأهالي الهير، أهالي الهير وأهالي المنازف، أين يذهب الصباح؟ أين يذهب السلام الأول؟ وهنا على المقدمة من بيصبح بالخير وبالناموس وبالانتصار من ميدان الجبيب إلى أهالي منازف أم إلى أهالي الهير؟ الله، المجازف يقدم حضوره، يقدم لنا نسيم على الصدارة بلا أوامر. راحت بهذه الأجواء الممطرة على المقدمة، ما شاء الله. تابع هذا العرض، تابع الانفراد، تابع الرقص التلقائي هناك مع المقدمة. أول الأشواط، الشوط الأول، الشوط الرئيسي للحول المحليات الأصايل مع هذه النوعية، الفاخرة على المركز الأول ومع الصدارة، مع شروق هذا الشمس، شروق صباح هذا اليوم. هناك على المقدمة نسيم على الصدارة بدون أي أوامر. وصلت هقوة علي بن راشد بن سيف بالشاوي على المركز الثاني، ولكن خلاص منازف بلا أي مجازفة على المقدمة. هنا تقدم هذا العرض الجميل، تقدم هذا الأداء المشرف. سلام بسعيد، سلام، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس للسيد محمد بن عتيق بن زيتون. المركز الثاني سيد راشد، سيد علي بن راشد بن بالشاوي، والمركز الثالث لسيد سهيل بن حليس بن راشد. المركز الرابع والخامس مع التحكيم 9 دقائق 42 ثانية.